السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كداري لاباس عليكم؟ نتمنى الكل يكون على أحسن ما يرام. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة ديال البات سابلي أو البات سيكري، كل واحد شنو كيسميها، اللي هي الطريقة ديالي خاصة، ونقدر نخرجوا منها بزاف ديال الأشكال. يعني نقدر نخرج منها اون تارت، ونقدر نخرج منها الحلويات المغربية. بقاو معنا حتى الأخير وندوزو مباشرة للمكونات. إن شاء الله عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، عندي 170 غرام ديال السكر سنيده، عندي جوج ديال البيضات وقبصه الملح وكيس ديال لافاني، اللي بغى يستغنى عليها يستغنى عليها ودير اي اغوم. وعندي هنايا 450 غرام ديال لافارين. مهم لافارين دائما كنشوفو على حسب النوعيه ديالها، عندي من 450 غرام حتى 550، يعني كنقلع بديك 100 غرام بيناتهم زايده او ناقصه. ندوزو الطريقه ان شاء الله. كناخذ واحد الطاسه كندير فيها الزبده، كندير فيها السنيده، قبصه ملح ولافاني، كنحاول نخدمهم مزيان. دائما تكون الزبده بحراره المطبخ، متعذبكمش ملي تكونوا كدوبو فيها مع السنيدة. ملي كتميلونج عليا كنزيد عليها البيض، كندير زيت الدقيق شويه بشويه، ندير النص ديال الكميه، هاد لاباط كتجي غزاله كتجي زوينه. دابا بحال بغا يذوب المقادير يذوب لهم. كنخدمها حتى كنحصل على هذا القوام ديال السابلي اللي كنخشي صبعي وما كيلصقش ليا العجين، كنخشي بسهوله وما كتلصق ليا حتى شي حاجه. اول حاجه كناخذ العجينه اللي غنخدم بها الضغط اللي غادي يقدني، والاخر كنديرو اليمونتير ونخليه حتى كنحتاجو نخدم به اشكال اخرى. كنرش واحد شويه ديال الدقيق، كنسرحها غير شويه، نحاول ما نكثروش الدقيق. كنسرحها على حساب المول اللي عندي، اللي عنده دي مول صغار يديرهم على حساب الصغار، واللي عنده بطبيعة الحال الكبير يديرو على حساب الكبير. كما كتشوفوا انا حطيتها فوق الطبله، غنثقبها وديرها في الثلاجه حتى كتبرد واحد المده ديال نص ساعه. الا كنتو مزروبين ديروها في الكونجيلاتور، غير تشد راسها شويه صافي وندخلوها للفران.
العجينه الثانيه سرحتها كما كتشوفوا، طبقه متوسطه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، بحال اي مرشم عندكم استخدموه. انا غندير هاد الجوج، هذا ديال التاج وهذا المستطيل. ندير جهه باش نلاصقهم، ندير جهه سامبل وجهه فيها الرشمه. بقوا معنا تنكمل العجينه كامله. من بعد ما طيبت بات سكري ديالي، ها هي الطارت، يعني كطيب جميع الجوايه وكتجي مقرمشه. يعني حاول انكم تحمروها حيت الا بقات بيضه كتجي بحال المعجنه. نورمالمون هاد لاباط خاصها تحمر شويه. ها هما دوك الصغيورين اللي شارت لي شويه لاباط درتهم صغيورين، اللي بغى يديرهم على شكل صغيورين. هنا وجدت ليها واحد الكريمه ديال الحامض اللي ديجا حطيتها لكم في واحد الفيديو، هي اللي غادي نديرها ليها. بقاو معنا، دابا نخلي لكم الرابط ديالها في الفيديو لتحت. انا ما درت فيها لا كولورون لا والو، كاين اللي كيدير لي كولورون، انا ما كنديرهمش. يعني خليت الليمون حامض طبيعي. هكا كنحاول نغطيها كامله. كندوب حدا اخواتي، هادو هما الاشكال النهائيه ديال لاباط سكري او بات سابلي اللي كنقدروا بها نديروا بها لي طارت ونديروا بها حليوات ديال اتاي. نقدروا نخرجوا منها بزاف ديال الاشكال. كتجي العجينه ديالها مقرمشه وفي نفس الوقت مهلكه، كتجي المذاق ديالها زوين. كما كتشوفوا هنايا درت هاد لاطارت ديال السيترون، حطيت على كريمه ديال السيترون وزينتها بشويه ديال الشوكولا نواغ، درت بها ماري. وهنا هادو هما الحليوات ديالنا، درت هاد الشكيلات خفاف وصغيورين سامبل، هادي اللي كفيها البابيون. وهاد التاج كنلصقتها بصوص كراميل، وهادي هي ديك الصغيوره حتى هي درت لها السيترون درت لها الشوكولا. كنتمنى حلقة اليوم تعجبكم وتجربوها وتبارطاجيو مع الأصدقاء، واللي أول مرة غيزور القناة ديالي كنتمنى يفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات جديدة بإذن الله.